التعديلات القضائية عنوان سجال لم ينتهي بعد بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي. في بادئ الأمر طالب بايدن نتنياهو بالسعي للتوصل إلى حل وسط بشأن التعديلات. لا يمكنه مواصلة هذا المسار، وأعتقد أنني إلى حد ما قلت ذلك بوضوح. أمل أن يتصرف رئيس الوزراء على نحو يحاول فيه التوصل إلى تسوية حقيقية. لكن سيد البيت الأبيض سرعان ما رفع سقف مطالبه، داعيا نتنياهو إلى التخلي عن المقترح، دعوة أثارت حفيظة رئيس الحكومة الإسرائيلية فسارع للرد عليها. إسرائيل دولة تتخذ قراراتها وفقا لإرادة شعبها وليس استنادا إلى ضغوط من الخارج حتى وإن كانت من أفضل الأصدقاء، يقول نتنياهو في بيان. لكن أفضل الأصدقاء يعلن أنه ليس بصدد استضافة نتنياهو في البيت الأبيض في المدى القريب كما جرت عليه العادة عند تشكيل أي حكومة إسرائيلية جديدة. فبايدن قلق على إسرائيل بسبب مشروع التعديلات القضائية الذي سبب انقساما في المجتمع الإسرائيلي وصف بغير المسبوق وسط تحذيرات من وقوع حرب أهلية، خاصة مع المواجهات بين مؤيدي ومعارضي المشروع. انقسام يسعى الرئيس الإسرائيلي إلى لملمته. استضاف أول لقاء حواري بين الائتلاف الحاكم والمعارضة على أمل عقد لقاءات أخرى، لكن قادة الاحتجاجات التي أجبرت نتنياهو على تعليق مشروع التعديلات القضائية أعلنوا استمرار فعالياتهم حتى إلغاء المشروع، وبالتالي لم يعد الحل الوسط سقفا لهم، لا سيما بعد جرعة الدعم الأمريكية.